بمشاركة واسعة من المجتمع الأهلي والمحلي، أقيمت حملة لتعقيم الشوارع والمحلات وكافة المرافق العامة في شبعة وتجمع أبناء الجولان بريف دمشق، وذلك للتصدي لوباء كورونا الذي يهدد البلاد. قمنا بتعقيم كافة المراكز الحكومية إضافة إلى المدارس ومقر الفرقة الحزبية والمركز الصحي في التجمع، إضافة للشوارع الرئيسية كاملة. واليوم نقوم بتعقيم الشارع الرئيسي وجامع صلاح الدين الأيوبي تعقيما كاملا بالتعاون مع المنظمات الشعبية والأهلية والمحلية في التجمع، إضافة للتعاون مع بلدية شبعة ريف دمشق، وكان له أثر إيجابي على الأخوة المواطنين. ضمن اجتماعات مقربة جدا وضمن آلية عمل تم تجهيز عدة آليات مع شراء كميات كبيرة من موضوع المعقمات من الكلور والصودا وخلطة ورشة بالأماكن العامة والخاصة وعلى مستوى الشوارع الرئيسية والشوارع الخاصة ومناطق الحدود الإدارية إنها كالأهداف وسلطان شبعة حوج الحموري مناطق الخامس، بالتعاون مع رؤساء البلديات والاجتماع المدورة دائما على حسب آلية العمل ضمن المنطقة. تميزت هذه الحملة أنها ضمت عددا من الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية بالإضافة إلى التشاركية بين البلديات المتجاورة بهدف التصدي للفيروس. نحن عم نساهم مع البلديات بدورنا كجمعيات بمساعدة البلديات واهتمامهم، نحن بنحاول أي عمل تطوعي إنساني نحن دائما شركاء مع البلديات. نرجو من الأهالي الالتزام، نحن عم نعقم بالشارع نرجو منهم الالتزام، نظافة، الاعتناء بالنظافة والالتزام ضمن البيوت قدر الإمكان. قمنا بحملات توعية للإخوة المواطنين في هذه القرية، طبعا كان التجاوب كبير وكبير جدا من قبل الأخوة المواطنين، وإن شاء الله سوريا راح تكون بعيدة كل البعد عن هذا المرض. وتستمر حملات التعقيم والوقاية حتى انتهاء هذا الخطر، بدءا من التزامهم ضمن المنازل وانتهاء بإقفال المحال التجارية والحد من التجول.